الحاجه السلبيه هو التحكيم. زوج ضربات جزاء شرعيه كامله ما يعطيهاش. انا للاسف الشديد انا ما فهمتش اذا كان ما فهمتش هاد الناس هادو واش يشوفوا واش مباريات يحكموا. اذا كان يحبوا يخرجوهم كل ماتش نيلو كل ويكلو يقولوا لنا نبطلوا من البال وهذا نروحوا فهمتني. مباريات ما عندها حتى معنى ويكلو ما عندها. كل كان الجمهور تاعنا هنا لونطون اليوم فاز 5 وكان كان الجمهور تاعنا فهمتوا. باش نقولها لكم برك خاطر هما ماهمش في اعز ايامهم. هذه صراحه حنا رانا في اعز ايامنا. 12 مباراه زكري ما يخسرش. تبغوا تخسروني بالسيف ما تقدروش تخسروني باذن الله معايا ربي فهمتني. التحكيم تاعكم هذا السيء هذا قداه النقطه راحت لنا 14 نقطه بسببها كل التحكيم. اليوم نلعب على بريمير بلاس انا ما نلعبش باش تعاني المولوديه من السقوط. واحترموا هذا الفريق النادي الكبير هذا احترموه واعطيو له قدره فهمتني. والله تحكيم والله سيء للغايه والله العظيم ما فهمتش انا. انا عمري ما نتهم الحكام نقول لهم هم متورطين ولا مدايرين بصح عيب وحرام عليهم الشيء اللي راهم يديروا فيه هذا ما كان. شيخ راح تكون فرصه في الدقيقه الاخيره تاع الفوز. والله يا اخي الكريم هذه هي احنا نضيعوا فرص كثيره ذلك سبب واحد اخر. احنا نخلقوا لعب نلعبوا مليح الكره كان شكون يشوف لا شكون يشوف لمسيه اليوم تلعب كيما تلعب البارسا كيما تلعب الريال كيما يلعبوا الفرق الكبيره لكن الله غالب احنا قدام المرمى نضيعوا هذيك حاجه واحده اخرى. انا زال لومونك دو ريسيت تقعد لنا ديما الولاد هذوما مش دي بيكر مش مولفيني ماركيو. شفنا اليوم الغيابات اثرت شويه ثاني تاع مقداد. لا ما اثر والو كانت مقابله من اتجاه واحد كان المولوديه فقط اللي تلعب في ارضيه النداء. لا رغم كما يقول الاخر احنا لعبنا مع منتخب صح ولا لا؟ شكون المنتخب اللي كان في الميدان الخضر ولا البويض؟ بالي الخضر هو المنتخب. لان الخضر كان عندهم زكري باش يكونوا قاعدين لكم كاع رقم واحد في الجزائر زكري فهمتم؟ بغاو ولا ما بغاوش؟ والله رقم واحد والله رقم واحد والله رقم واحد وما تسمحونيش 12 ماتش ما ربحتوش البرصة البرصة هنا جيبوها لي البرصة جيبوها لي ربحوني بالبرصة شريوها 3 ملاير ولا دو اورو جيبوها لي تلعب انا ميسي ما يربحنيش بتبوده واش بيه بتبوده مستر يسمعنا ويكلو قلت له احنا عاقبوا ما نشوفوش عاقبته فينا موجه مدين ولامكان يا عاقبنا مدين خلص شو يقولوا نعدموك وليدي كيف يا وليدي كيف هذاك 21 سنه وصوم جمهور تاع الدراك شيخ لا اصابه ما خرجناش دراك ما خرجنا الا باصابه. وهي شيخ مازالت المولوديه توجور في المنطقه الاخيره. ماكمش تتمتعوا في الفوتبول اللي تلعبوا المولوديه والله غير صح. صدام وبرا ملعب والله غير نلعبوا مو فوتبول. باش تشوفوا. شيخ نقدروا نقولوا سميتو. هذه قاعده ديال ميسي. ما كاينش لقطه في الشوط الثاني. مازال ربع غير جيبوا ميسي. الفرص ما كاينش في الشوط الثاني نقص الفرص. لا اخي خفت في لابار وحكمنا الميليتير كلنا احنا. خليك واش داروا والو. والله الفريق تاعي راح النهار رحت انا قلت له مورينيو لن يخلفني في الوفاق هذه ما باش تفهموها. جابوا واحد الجوان تاعي كان يخدم في لاصال ميسكيلاسيون فهمتني جبتو باش يريكيبيري لي جوار من لي بليسير عطاوه مسؤوليه اونترينا ولا ديما بسبع راح يعاود يرجعوه هذو هذو في راسهم. هذاك الانسان سب الجزائر وسبنا ومسخ سمعتنا في الخارج الوطن. تعطيوا له البوندوتوش مره اخرى في الجزائر والله ما تحشموه وماكم جزائريين هاي تزيد تعطيوا له البوندوتوش هذاك يسبنا ومسخنا كلش. انا 20 سنه في ايطاليا عمري ما مسيت الطليان هكا بوشمو راهي في قلبي هنا الطليان وديما نلبس لا توني تاع الطليان اللي عطاوها لي ديما نلبسها وديما نهضر عليها بخير كش من نهار شتوني راه من عانيت في الراسيزم ثم في الطليان كي كنت ولكن عمري ما هضرت عليهم بشو. وهذاك البلاد محترموني قراوني علموني اعطوني فرصه تاعي محترمهم لكن هو والله ما احترمنا راه عليه ومسخنا في سردينيا يسكن في واحد الدوار يخدم فلاح فهمت جيبوا اعطيو له لونطون عيب عليكم. مباراة عندنا في اليوم خسروا بثلاثة شيخ. روحوا نربحوا احنا ما نخسروش انا قلت لك. ما نخسرش ديبلاسيونال بي ما خسرتش معاه جيبوا لي قاب. يا شاوي انا شاوي عشان شاوي سينا ديال زكريا الله يرحمه الله يرحمه انا ضيعت نقطتين نقطتين من الحكم هذا ما كان. كنا مسيطرين كل السيطره في الميدان لعبنا مع فريق تعرفوا مليح فريق محترم فريق سطيف يعني هذا الفريق تاعي سطيف ما نساوش هذا باحترامي كبير للجمهور السطيفي وكذا ولكن الجمهور تاع سطيف لازم يشوف الفريق نتاعو بنظره واحده اخرى. هناك تغييرات كثيره في هذاك الفريق اللي بغاو يديروا فريق في المستقبل. بالنسبه للمولوديه الان بعد هذه النتيجه
والله يا أخي كريم إحنا نعاني وسبب المعاناة هم الحكام. هذا ما كان أنا 10 نقاط ضيعتهم بسبب الحكم. وكأس الجمهورية كأس الجمهورية دهولي دهولي دو بينالتي كنت ندي هنا كنت نطلع الفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لحظة الدوا هذه كانت من عارض المباراة من السفر إلى ضربة الجزاء. والله يا أخي ثم خلاص خلص الماتش 2-0 هي خلص الماتش 5 خلص الماتش ب5 ثم لا للأسف شديد إحنا أكل